من الجبهه الاجتماعيه كرجي على السياده غلاء اللي وصلت مستويات خطيره في ظل تجاهل الحكومه الحقوق ديال هذا الشعب في ظل استمرار المضاربين والاحتكار ادير سياسه ديال المغرب الاخضر المغرب الفاسد اللي يستنزف الخيرات والثروات المائيه ديال البلاد وكنهديوها لاوروبا بأدلة أقصى الوقت اللي كان علينا الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي وتزويد المواطنين الماء توجه من اجل المواطنين ومن اجل فلاحه اللي غتكون معيشيه فلاحه داخليه اللي غادي كذلك للاحتجاج على الاوضاع الاجريه على المخطط ديال التقاعد والمخطط ديال التعاقد هذه المخططات جهنميه لضرب التشغيل ولضرب الحقوق ديال العمال والمكتسبات ديالهم امام النهب ديال الصناديق اللي دارتها الحكومه صناديق ديال التقاعد امام النهب ديال الثروات ديال هذا البلد الثروات ديال المواطنين امام اوضاع تعليميه هشه ظل مسؤولين جهويين واقليميين فاسدين كيلهبوا تيهدوا المال كيشجعوا الريع والفساد كيدمروا المدرسه العموميه وكيتخلفوا على بناء الحجرات وعلى تجويع التلاميذ على التراويح وعلى حمايه الاشباح ظل هذا الواقع المعيشي المزري وغلاء الكهرباء غلاء الماء غلاء جميع المواد الاساسيه الى ان يتم تغيير هذا الاوضاع نحن في الشوارع نحن في جميع الساحات نقول لا للفاسدين نقول للارحال لهذه الحكومه الفاسده حكومه المال ورجال الاعمال هذا هو الطبقه الشعبيه والمعامله والمواطنين على غرار حوالي 60 مدينة مغربية نبت يعني ساكنة مدينة أكادير ونداء الجبهة الاجتماعية المغربية التي دعت إلى تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي على الاختيارات لا شعبية ولا وطنية للحكومة التي تنهجها الحكومة دون ما يبررها هذه الزيادات وهذا الغلاء في الاسعار الممنهج والذي يعني ضرب الحد الادنى للعيش الكريم للمغاربه ليس له ما يبرره باستثناء جشع الحفنة من المحظوظين من الذين استولوا على خيرات هذا الشعب الحكومه ملزمه ان تتفاعل مع هذه الصرخات من اجل اختيارات شعبيه تتماشى وتطلعات المغاربه في العيش الكريم وفي التصدي لهذه الاختيارات يعني الاختيارات التي ضربت الحد الادنى لعيش المغاربه.